السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم هو الـ Variational Iteration Method. طريقة اليوم مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأن هي تحل مو فقط المعادلات التكاملية، تحل أيضا المعادلات التفاضلية إضافة إلى المعادلات التكاملية، وبها ميزة إضافية أخرى، هي تحل اللينير والنون لينير، الخطية وغير الخطية. يعني هذه تجعل من هذه الطريقة طريقة مهمة جدا في هذا الكورس المخصص للمعادلات التكاملية. ما ننسى أنه هذه الطريقة تتعامل مع نواة المعادلة التكاملية السبربل القابلة للفصل، اللي تكون النواة بها K of X T عبارة عن دالة بدلالة X في دالة بدلالة T، ونعوضها بالمعادلة فريدهولم التكاملية، بدلا من K of X T راح نعوض G of X في H of T. طبعا بما أن التكامل بالنسبة T G of X راح نطلعها برا، وأغلب الأمثلة في هذا الدرس راح نأخذ G of X هي عبارة عن متعددة حدود x أس n، والn أكبر أو يساوي الصفر. لو تشوفون معادلة 81 نتجت أنه طلعنا g of x مثل ما قلنا، وإذا ما عوضنا ال k of x بt هو g of x في ال h of t، بقت ال h of t. ليش؟ لأن يعني التكامل دالة بدلالة t. بعدين طبعا على مود نحل هذه المعادلة التكاملية راح نحولها إلى معادلة integral differential equation. ليش؟ لأن المعادلة هذه الطريقة اللي هي طريقة الـ variation، وخلي خط تحت هذه الجملة اللي راح أقولها، لازم تحل أما معادلة تفاضلية أو معادلة integral differential equation، يعني معادلة تفاضلية تكاملية، ما تحل المعادلة التكاملية مباشرة. فأما أنت عندك طريقين، أما تحولها إلى معادلة تفاضلية أو تحولها إلى معادلة integral differential equation. طبعا المعادلة التفاضلية بها خطوات طويلة، فلذلك راح نحولها إلى integral differential equation، وذلك باشتقاق معادلة 81. فالـ U of X مشتقتها U prime of X، والf of x مشتقتها f prime of x، والg of x مشتقتها g prime of x، وتكامل h of t u of t dt ينزل كما هو. ليش؟ لأن يعتبر دالة بدلالة t، وبالتالي هذه من نشتقها اشتقاق بالنسبة إلى x يعتبر ثابت، ينزل كما هو. تتلخص الطريقة طريقة الفاريشن باستخدام الكوركشن فانكشنال، اللي هي المعادلة تقول الحل بالخطوة n زائد واحد يساوي الحل بالخطوة n زائدا تكامل من صفر إلى x dxi لامدا of xi في بين القوسين، وهذا بين القوسين اللي هو معامل التصحيح. من نجيبه؟ نجيبه من المعادلة التكاملية الأصلية بعد تحويلها إلى معادلة integral differential equation، وننقل الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر ونساويها للمساواة، وبعدين نحول كل x بالنسبة لxi، وتنزل هاي المعادلة لهذه المكان اللي بين القوسين. بقى شغلة واحدة اللي هو lambda of xi، كيف نجيب القيمة مالتها. طبعا lambda of xi هي تتحدد عن طريق الجدول، راح ناخذه لاحقا. في هذه الحالة، لأن المعادلة التكاملية اللي بديناها من الرتبة الأولى، خطية من الرتبة الأولى، فتكون يكون لامدا اوف اكس أو يسمونها لاغرانج مولتبل يكون ناقص واحد. فأول خطوة انه نحدد معامل لاغرانج اللي هو او مضروب لاغرانج اللي راح ناخذه ناقص واحد. هل هذه الناقص واحد
دائما ناخذها، دائما ناخذها إذا كانت المعادلة من الرتبة الأولى، ونطبق عليها القانون اللي هو الكوركشن، كوركشن فانكشنال بهالصورة. تشوفون معادلة 84 هي نفس معادلة 83 مع تعويض لمدة أوف إكساي بالناقص واحد، فإجتي هذه ناقص واحد. اليو أم راح نحصل على يو أن زائد واحد، هذه على مود نحصل على الحل النهائي راح ناخذ الليمت لما أن تروح للمالا نهاية، يمثل هو حل المعادلة التكاملية الأصلية. طبعا نقدر نلخص كيف نحدد قيمة اللمدة من خلال هذه المعادلات الخمسة. أول واحدة تمثل الرتبة الأولى، معادلة من الرتبة الأولى، فاللمدة ناخذها ناقص واحد، واليو أن زائد واحد يساوي يو أن ناقص التكامل من صفر للأكس يو أن برايم زائدا أفوف يو أن يو أن برايم، اللي هي هذه المعادلة بالضبط. يعني هذه الناقص عوضها باللمدة أف أكس، اليو دبل برايم زائدا أفوف يو أف أكس يو أف أكس أي. وعندي شروط ابتدائية، عندي أني اللمدة راح يكون إكساي ناقص إكس مضروب لاغرانج، وهكذا من الرتبة الثالثة يصير اللمدة يساوي واحد على سالب اثنين فكتوريال إكساي ناقص إكس تربيع. طبعا هاي صيغة تشبه صيغة اللي استخدمناها بليبينس رول، وبصورة عامة إذا كانت المعادلة التفاضلية من الرتبة N فاللمدة تساوي ناقص واحد أس N واحد على N ناقص واحد فكتوريال XI ناقص X أس N ناقص واحد. طبعا الخطوات اللي شرحناها من I إلى V هذه نستخدمها إذا كانت الرتبة من الرتبة الأولى، من الرتبة الثانية، من الرتبة الثالثة، من الرتبة N. طبعا في هذا الفصل احنا راح نتعامل كيف نحل معادلة فولتر التكاملية الخطية، فلذلك احنا راح نستخدم المعادلة الأولى. ليش؟ لأن من الرتبة الأولى لأن هي خطية. المثال الأول اللي راح ناخذه يقول استخدم الـ Variational Iteration Method to solve Fredholm Integral Equation U of X يساوي X في الـ e to the X ناقصا X زائدا X تكامل من صفر للواحد يو اوف تي دي تي. طبعا كأنما منطيني النواة هو X فقط، فلذلك طلعناها برا وبقت الـ H of T هو واحد. ما دام من الرتبة الأولى فمعناها عدي اللمدة اوف الـ X هي سالب واحد لأن من الرتبة الأولى. وبعدين شو نسوي؟ أول خطوة قلنا نشتق المعادلة، فاليو اوف اكس تصير يو برايم اوف الاكس، الاكس في الاي تو ذا اكس تصير الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول اللي هو الاكس مشتقته واحد، ومشتقة الناقص اكس هو ناقص واحد زائد مشتقة الاكس في التكامل مشتقة الاكس هو واحد والتكامل ينزل كما هو، واضافة الى اليو اوف الصفر يساوي صفر. مين جبنا هذا الشرط الابتدائي؟ من تعويض الصفر بالمعادلة الأصلية، فراح يصير عندي صفر في الـ e to the صفر ناقص صفر زائد صفر في التكامل من صفر للصفر اللي هو صفر. هذه المعادلة شلون نعرف الـ correction functional؟ ننقل هذا الطرف اللي باليمين إلى لليسار ونعوض كل x نسويها xi على مود نعوضها بالمعادلة الثمانية وثمانين، تصير الحل يو ان زائد واحد يساوي اليو بالخطوة ان ناقص الكوركشن فانكشنال اللي شرحتها كيف نجيبها هذه من تحويل هذه الطرف إلى الطرف الآخر وتغير كل اكس بكساي.
مع تغيير هذه التكامل يصير عندي من صفر للواحد يو ان او في الار دي ار بدلا ما يكون كان عندي بالأصلية يو او في التي دي تي، لأن صارت عندي علاقة تكرارية، فلازم هنا الحل بالتكرار ان زائد واحد يصير الحل بالتكرار ان زائدا فالكوركشن يعتمد على الخطوة ان. نعوض اليو صفر اوف الاكس راح ناخذها يو صفر، اليو اوف الصفر اللي وجدناها هي صفر فراح ناخذها صفر، وبعدين اليو وان يساوي اليو صفر ناقص التكامل من صفر للاكس يو برايم اوف اكساي ناقص اكساي اي تو ذا اكساي ناقص اي تو ذا اكساي زائدا واحد ناقص التكامل الصفر للواحد يو اوف الصفر للار دي ار. طبعا هذا اليو اوف الصفر ويو صفر للآر هذه صفارة حسب الخطوة اللي سابقة، فهذه تروح مع بعض يبقى التكامل فقط هذا، وراح يطلع الناتج X في الـ e to the X ناقص واحد. ولأن هو المثال الأول فسويتها أنا لكم بالتفصيل، راح يكون عندي هذه الخطوات اللي شرحناها سابقا. فشون نوجد الـ U1 of X هو الصفر، هذا اليو صفر أو في الاكس، وهنا ايضا عوضنا الصفر بقى هذه ايضا صفر لان مشتقة الصفر صفر، بقى كساي ناقص اي تو ذا كساي زائدا الواحد. هذه نجيبها هنا ننزلها تنزل ونضرب الناقص ندخلها على الطرف تصير كساي اي تو ذا كساي زائد كساي ناقصا الواحد دي كساي. الحد الاول نستخدم اليو دي في، والحد الثاني تكامل عادي، والحد الثالث تكامل ناقص واحد دي كساي هو كساي. فهذا التكامل كساي اي تو ذا كساي هو يصير كساي اي تو ذا كساي ناقصا اي تو ذا كساي، هذه نزلناها، وتكامل الاي تو ذا كساي هو اي تو ذا كساي نزل، وناقص واحد مثل ما قلنا ناقص كساي من الصفر للاكس. هذه تختصر لان مشابهات بعكس الاشاره، يبقى فقط هذه الحد الأول والحد الأخير نعوض بالإكس والصفر، راح يصير إكس إي تو ذا إكس ناقصاً إكس ناقصاً صفر. فهذه الحل بالخطوة واحد، هذا الحل بالخطوة صفر. الخطوة اللي بعدها على مود نوجد اليو تو، نجي نشتق اليو ون، يو ون برايم يصير الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول ناقص مشتقة الاكس اللي هو ناقص الواحد. هذه وين نستفاد من عدها على مود نعوضها بالعلاقة التكرارية اللي تقول يو 2 of الاكس يساوي يو 1 of الاكس ناقص التكامل من صفر للاكس يو برايم of xi ناقصا xi e to the xi ناقص e to the xi زائدا واحد ناقص التكامل يو of الار دي ار دي xi. طبعا هذه مين جبناها؟ إذا متذكرون المعادلة اللي عندي أني معادلة تكاملية، أول خطوة أني أشتقها على مود نحولها إلى معادلة integral differential equation، لأن الفاريشنال تشتغل على المعادلات التفاضلية أو المعادلات التفاضلية التكاملية. هذه من نشتقها نعوضها ننقلها هاي الجهة ونعوض، هذا يصير عندي المعامل التصحيح. ونفس الشيء وضع منعوض اليو ون اوف الاكس واليو برايم اوف اكساي واليو ون اوف الار بما يناسبها، يعني شنو بما يناسبها؟ الاكس اي تو ذا اكس ناقصا اكس انها تنزل، يو ون برايم اوف اكساي هذه نشتقها اللي قلت لكم المشتقة مالتها تنزل هنا، واليو 1 اوف الار دي ار انا عندي اكس اي تو ذا اكس ناقصا اكس تصير ار اي تو ذا ار ناقصا الار. طبعا هنا راح تشوفون الحدود واحد ياكل الثاني، يعني ام الخطين تروح مع الخطين، ام الخط تروح مع الخط، والزقزاق يروح ويا الزقزاق، يبقى بس هذه الحد لما نكامله بالنسبه لار يصير عندي ايضا يو دي في بالنسبه للحد الاول، والحد الثاني هو R تربيع ناقص 2 هذه نزلناها من صفر للواحد،
فولما نعوض الحدود تصير هذه عندي هذه تروح الحد الأول يروح مع الحد الثاني والناقص نصف واحد يصير عندي نصف تنزل كما هي هنا والديك ساي تكامل من صفر للإكس اللي هو يصير نصف إكس ساي معناته نصف إكس ناقص النصف في الصفر يصير نصف الإكس ومنها عندي ناقص إكس فيصير عندي ناقص نصف الإكس. فإذا هذا وجدت اليو تو وبنفس الطريقة أقدر أوجد اليو ثري وهكذا راح نستنتج أن اليو ان هو إكس إي تو ذا إكس ناقصا واحد على اثنين أس ان ناقص واحدا في الإكس والان أكبر ويساوي الواحد. شلون نوجد اليو أوف إكس؟ الخطوة الأخيرة ناخذ ليميت لهذه اليو ان أوف الإكس. طبعا الحد هذا يتناقص مع مرور الزمن. لو تشوفونه ناقص إكس ناقص نصف إكس ناقص ربع إكس وبالتالي اللي بعده ناقص ثمن إكس فمعناته ده يقترب للصفر وهذه يروح الحد الثاني يبقى فقط هو الإكس في الإي تو الإكس. هذه الفكرة مال الفارييشنال. نستخدم مثال ثاني لتبيان الطريقة يعني اللي ضبط المثال الأول يعني المثال الثاني تأكيد معلومة. عندي معادلة تكاملية وأريد أستخدم الـ variational iteration method. فأول خطوة أشتق على مود أحولها إلى معادلة integral differential equation. فمشتقة الـ u of x u prime of x ومشتقة الـ cosine ناقص sin x ومشتقة الناقص x ناقص واحد ومشتقة الـ x هو واحد وينزل التكامل كما هو. u of الصفر يساوي واحد نجيبه من المعادلة الأصلية بتعويض x يساوي صفر فيصير كوساين الصفر اللي هو واحد وباقي الحدود صفر فتنزل اليو اوف صفر واحد. هذا نستخدمه في إيجاد بداية العلاقات التكرارية للفارييشنال ونستخدم العلاقة التكرارية يو اوف زائد واحد يساوي يو اوف الان ناقص هذا الناقص تمثل اللمدة و التكامل من صفر إلى x بين قوسين dx i هذا البين قوسين نجيبها من المعادلة الأصلية ولما نشتقها وننقل الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر ونبدل كل x بx i نجيبها هنا ونستخدم الخطوات السابقة راح نوجد ال u of الصفر يساوي الواحد وال u of ال1 نعوض كل u of صفر بال u بالواحد فراح يطلع الناتج كوسين x ناقص x زائدا باي على 2x. طبعا هنا لو تشوفون هذه التكاملات هذه ناتجي واحد وهنا ساين وهنا واحد طبعا وهنا تكامل الواحد اللي هو يصير r من صفر للباي على 2 الناتج راح يكون باي على 2 ومن كاملة بالنسبة للاكس يصير باي على 2 الاكس وهذا تكامل الواحد هو تكامل السالب واحد هو ناقص اكس وتكامل الساين هو كوساين. يعني التكامل سهل هنا تعويض مباشر ما يحتاج نستخدم الـ UDV أو طرق التكامل الأخرى. نعوض الـ U1 بالمعادلة الأصلية على مود نوجد الـ U2 وهكذا نعوض الـ U2 عن نوجد الـ U3 فتطلع لي مجموعة حدود لو تشوفون الـ Cancel Terms ناقص X يروح مع الاكس والناقص باي على 2 على 8 يروح مع الباي على 8 في الاكس وهكذا يبقى فقط عندي الكوساين الاكس تمثل الحل التحليلي للمعادلة باستخدام الفارييشنال. ومثال اخير شلون نحل هذه المعادلة باستخدام الفارييشن. نشتق المعادلة نعيد الخطوات نعوض بالصفر على مود نحصل الشرط الابتدائي وننقل الطرف الأيمن للطرف الأيسر ونعوض كل x بx i على مود نعوضها بالcorrection functional الحل بالn زائد واحد يساوي الحل بالخطوة n ناقص هاي جبناها من اللمدة وإحنا أخذناها ناقص واحد مثل ما تذكرون لأن من الرتبة الأولى وهذه
المعادلة الأصلية، وأيضا اليو اوف الصفر صفر نعوضها نحصل يو 1 ونعوض اليو 1 نحصل يو 2. علاقات تكرارية لو تشوفون نبين هذه ناقص ثلث تصير ناقص سدس، وبعدين تصير ناقص 1 على 12 معناتها دا تقترب بالصفر، ويبقى الحل هو عبارة عن يو اكس يساوي اكس تربيع. وبذلك تمينا طريقة الفاريشنال، لخصها بالخطوات: أولا نحول المعادلة التكاملية إلى معادلة تكاملية تفاضلية، بعدين ننقل الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، ونبدل كل X بكساي، ونستخدم الكوركشن فانكشنال اللي هو يقول يو ان زائد واحد يساوي يو ان ناقصا تكامل هذا اللي وجدناه بالخطوة السابقة لـ xi. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.